يخرج بالخاطي والمبطل أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون بمشيئة الله فيستودعون أنفسهم من الله الخالق الأمين في عمل الخير، لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشعوب الله، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. سليمان بنى له بيتا ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الايادي. بساط الرقابه غير المقصودين بقلوبهم واعزامهم، انتم في كل حين تقاومون روح القدس كما كان اباؤكم كذلك انتم ايضا. من الانبياء لم ينتهلوا اباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانذروا بمجيء البعض، هذا الذي انتم الان اسلمتموه وقتلتموه، وانتم الذين كبرتم بالناموس بترتيب ملائكتكم ولم تحرزوه. فلما سمعوا هذا احتد بقلبهم وكانوا يصلون باسنانهم عليه. اما استفانوس فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الايمان والروح القدس، فراى مجد الله ويسوع كامنا امين الله، فقال: ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان كامنا امين الله. فصاح بنعم صوت عظيم وسد اذانهم وهجموا عليه جمعهم بنهضه واخرجوه خارج المدينه ورجموه. والشهود وضعوا صليبهم عند رجليه شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس ورد ويقول: أيها الرب يسوع اكبر روحي. ثم جسع ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيه. واذ قال هذا ركض واما شاول فكان موافقا على قتلي. لم تزل كلمه ربطا وتقصى تظهر مع القدس امين.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم الاول من شهر مصر المبارك. احسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم ونحن فضوله اطمئنان مغفورين الخطايا والاسلام من قبل مراحم الرب. يا اخواتي امين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس أبالي إبنوسوس ابن الملك نوماريوس. كان فارسا قائدا شجاعا، ولما رجع من الحرب وجد دقلديانوس قد أنكر الإيمان بالسيد المسيح وأقام عبادة الأوثان، فجاء هو أبوه يوستوس وأمه زوجلية واعترفوا أمامه بالسيد المسيح، فنفاهم إلى الإسكندرية ليعذبوا ويموتوا هناك. حاول أرمانيوس والي الإسكندرية ملاطفتهم لمعرفة أنهم نسل ملوكي، ولما رأى إصرارهم على الإيمان بالسيد المسيح أرسل يوستوس إلى أنصنا وأبالي إلى بسطة وثاوكلية إلى صان الحجر. ولما وصل أبالي إلى بسطة اعترف أمام واليها بالسيد المسيح، عذبه عذابا أليما بالضرب والحرق وتقطيع الأعضاء، وكان الرب يشفيه ويقويه فآمن كثيرون بسببه. أخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال إجليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1643 للشهداء 1927 ميلادية تنيح القديس البابا كيرلس الخامس البطريرك الثاني عشر بعد المئة من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس بقرية تزمنت بقرب مدينة بني سويف من أبوين تقيين سمياه يوحنا وربياه أحسن تربية. كان يميل إلى الهدوء والتأمل والدراسة، ترك العالم وذهب إلى دير السريان، فذهب والده إلى الدير وأعاده معه رغما عنه، لكن حب الرهبنة كان متملكا عليه فترك العالم ثانية وجاء إلى دير البراموس وترهب فيه سنة 1850 ميلادية، وصار سيرة رهبانية فاضلة حتى أصبح قدوة صالحة فرسموه قصا ثم قلمصا. وكان يعمل في نسخ المخطوطات وبيعها وصرف ثمنها على احتياجات الدير، لذلك كان يسمى يوحنا الناسخ. بعد نياحة البابا ديمتريوس الثاني أجمع رأي الأساقفة كان والأراقين على رسمات بطريركا، فرسموه في 23 بابا 1591 للشهداء سنة 1874 ميلادية، فاهتم بالكنائس والأديرة كما اهتم بتصنيف الكهنة، فافتتح المدرسة الإكليريكية لتخريج الكهنة المثقفين، كما قام بالكثير بالرحلات البابوية لتفقد أولاده في مصر، وذهب في رحلة أيضا لتفقد أولاده في السودان. شد الخلاف بينه وبين المجلس الملي العام فذهب إلى دير البراموس ثم عاد بعد تنفيذ مطالبه. خدم الكنيسة خدمات جليلة في التعليم وإنشاء المدارس وغير ذلك، ولما أكمل سعيه الصالح وخدم شعبه كل أمانة تنيح بسلام عن عمر ناهز 96 سنة بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 52 عاما وتسعة أشهر وتسعة أيام. رسم خلالها 44 أسقفا ومئات من الكهنة، وتم دفنه بعد تجنيزه في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بركة صلاته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين. Yeah.
يذكرون ليصطادوه بكلمة من فمه. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع نبوات كثيرة حتى داس بعضهم بعضا، ابتدع يسوع يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياؤكم، فليس شيء مكتوب إلا وسيظهر، ولا خفي إلا وسيعلن، والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور، وما قلتموه في الأذن في المخادع ينادى به على السطور. ولكن أقول لكم يا أصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون: خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست خمسة عصافير تباع بفأسين وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى. فلا تخافوا إذا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله. ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. Yeah.
بركة كبيرة، ربنا عوض تعبكم ويباركهم باستمرار يباركونا
ويفرحوا معنا في رحلات وترقيات بعض الاباء في الدين. فلنشكر سامع الخيرات الرحمن الله. أيها رب القوات الذي أدخلنا إلى نصيب هذه الخدمة أن منهل فهم البشر والفاحص القلوب والقلب، اسمعنا بقصر تحننك وطهرنا من كل دنة الجسد والروح. مزق يا رب سحابة خطايانا وظلمنا مثل الضباب. املأنا يا رب من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعل روحك القدوس، ولنكون مستوجبين لهذه الخدمة التي العهد الجديد باستحقار أن يحملوا اسمك القدوس ويخدموا كهنوت أسرارك الإلهية. لا تدعنا يا رب ولا تدعهم من الشرك في خطايا غريبة، بل امحو يا رب التي لنا وامنحنا يا سيدنا ألا نصنع المائلات، بل انعم لنا بمعرفتك لكي نقول ما يجب ونتقدم إلى هيكلك المقدس. أقبل إليك الهجوم النفسية الكاملة التي لأولادك الآباء الرضان الواقفين أمامك منتظرين مواهبك السمائية، لأنك صالح كثير الرحمة لكل الذين يدعونك. وقوي يا رب عزك، وقوي هو عزك مع ابنك الوحيد والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الظهور كلها. إذ يصير مثالا للكائنين تحت طاعته بطهارة
بلا عيب قدامك أيها الفتن السماوي ذبيحة نقية حية ومقبولة إذ يقبل عليه القول المكتوب هكذا فليغدركم قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات. يا ناس وانكر يا ناس يا ناس انظر علينا على خدمتك وظهرنا من كل دنس وارسل من السماء نعمتك على عبيدك هؤلاء الواقفين أمامك لكي يستحقوا من جهتك أن يكملوا كهنوتهم بغير لهم لكي يفوزوا من قبلك بمراحمك مع الذين أرضوك من زبد لأن الرحمة كائنة بإرادتك ويليق بك الإكرام من كل أحد والسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن في نهضات دور كل آمين. الجامعة الرسولية الأرثوذكسية آمين. ندعوك أبونا نوح ومينوس على مذابح دير القديس العظيم الأم الطيب بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر بن إبران إيوب يمشير يعني بن مسوى بن أوتو التمين بن ملاوت يعني بن أوتو يطير Oh.
جامع الرسولية الأرثوذكسية آمين. آمين. ملوك أبونا زخاريا سيد أمير صلى المسابح دير القديس العظيم الأنبط النزل البرية الشرعية والبحر الأحمر الإبراد اليوت يشير لمن هو أسواب نوت بسم الله تجمد بيوتين والكفرة Ah.
نشكرك أيها السيد الرب الإله ضابط الكل من أجل كل حال وفي كل حال، ونبارك ونمجد اسمك القدوس لأنك صنعت معنا عظائم وأفضت مواهبك على عبيدك الواقفين أمامك. نسأل ونطلب منك يا محب البشر أن تسمعنا من قبل قصرة رأفتك وسرنا بتكريس هذه الهيجمونية الصائرة لأولادك الماثلين أمامك من قبل حلول روحك القدوس عليهم. أسألك ونسأل ونبتهل إليك يا سيد أن تسمعنا وتقوم دعوة أصفيائك بطهارة ونعمة صلاحك، واخترتنا معهم للخير لكي نأخذ مع كل من صنع إرادتك منذ البدء أجرة الوكيل الأمين الحكيم بظهور ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من كله المجد والكرام والعز والسجود لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. ألف مبروك.